ونبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي بيواصل تنفيذ برنامج الإعداد المحدد من السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للفريق، وده استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من خلال تدريبات قوية وحماسية على ملعب التتش. انضم مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز لمعسكر فريق الكرة في مدينة دبي بالإمارات بعد إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالقاهرة، وهيستمر معسكر بيراميدز في مدينة دبي لحد يوم الاثنين الجاي، وهيرجعوا بعد كده للقاهرة علشان يبدأوا برنامج الإعداد لمباريات هلال الساحل السوداني، وده هيكون في كأس الكونفدرالية الأفريقية وضربة البداية في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز. وتأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية لنهائي بطولة كوسوفا الدولية بالفوز على المنتخب الموزمبيقي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في نصف نهائي البطولة الدولية اللي بتتلعب في جنوب افريقيا. ميار شريف بطلة التنس الدولية تأجلت مباراتها في نصف نهائي بطولة بارما المفتوحة للتنس بسبب سقوط الأمطار، ده بالإضافة لسوء الأحوال الجوية، والمباراة دي كانت هتجمعها بالرومانية أنا بوجدان، ومن المقرر أن المباراة هتتلعب النهاردة. نادي ليفربول الإنجليزي أعلن تتويج اللاعب الشاب هارفي إليوت بجائزة أفضل لاعب في صفوف الريدز خلال شهر أغسطس وسبتمبر 2022، وأصدر ليفربول بيان رسمي قال فيه هارفي إليوت حقق جائزة ستاندرد تشارتر للاعب شهر أغسطس وسبتمبر في النادي. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن فوز ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بجائزة لاعب شهر سبتمبر في البريمير ليج بعد منافسة مع البلجيكي كيفن دي براين، وده كان لاعب خط النص في مانشستر سيتي. النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قال: بحاول ألعب كرة القدم واستمتع بيها، وأعرف كويس اللي أنا عاوز أحققه، وبحاول كمان أسترخي وأعمل اللي أنا عاوزه، بروح لمكان ما بشوفش فيه الناس ولا بتكلم مع حد ولا كمان باخد تليفوني، وموضوع ده بيخلي ذهني صافي وبيخلصني من الأفكار السلبية. الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي علق على ديربي مانشستر اللي هيجمع فريقه ضد مانشستر يونايتد بكره في قمه الدوري الانجليزي ممتاز، وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي للمباراه: عندما تكون في القمه يكون لديك المزيد من المنافسين في الوسط، يكون لديك منافسون اقل، المنافسون الكبار يجعلونك افضل، علينا ان نلعب مباراه مثاليه ضد مانشستر يونايتد ولديهم جوده في المقدمه. امبارح كانت مباراة القمة في افتتاح الجولة الثامنة للدوري الألماني، واللي حسمها بايرن ميونخ بالفوز على باير ليفركوزن برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا. بالنتيجة دي بايرن ميونخ بقى في المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، وتوقف رصيد باير ليفركوزن عند 5 نقاط في المركز السادس عشر. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، وهرجع مرة تانية لجمانة وأحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.